السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده عبارة عن لستة مواقع بتشتغل بالذكاء الصناعي. ممكن تقول له أنا عايز الحاجات الخاصة بالأندرويد، فيبدأ يفلترهم لك الحاجات الخاصة بالأندرويد أو الحاجات الخاصة بالأي أو إس أو الإضافات اللي ممكن تشتغل من خلال المتصفح كروم مثلا، فيبدأ إن هو يجيبهم لك. هو كل كام يوم بيديك شوية أدوات كويسة، فممكن تقول له أنا عايز بقى أشوف دوت ده، تبدأ تعرف إيه كل حاجة فيهم. ماست سيفد، يعني اكتر حاجات فادت الناس او عجبت الناس، ففلتر لي قال لي دي اهم المواقع اللي الناس مهتمه بيها. فمثلا استادي جي بي تي هبدا ان انا افتحه، فبيبقى يجيب لي صوره عنه، وبعد كده بيجيب لي ريفيور في ناس مثلا علقت عليه ايه المزايا اللي فيه. في مثلا ممكن تبدا تشوف بعض المزايا، او ممكن تقول له انا عايز اشوف الموقع نفسه، فيبدا يفتح لك الموقع. بالشكل دوت هتبدأ تشوف ايه ازاي ممكن تستفاد منه، يعتبر زي كوبايلوت او مساعد ليك في الشغل وهكذا. في مواقع كتيرة جدا جواه، فتقدر ان انت تختار الموقع اللي انت حاسس ان هو مفيد ليك. ممكن تقول له انا عايز اشوف الموقع الجديدة النهاردة، عايز اشوف ايه المواقع الخاصة بميزة معينة، فيبدأ ان هو يفلتر لك الحاجات. زي ما انت شايف في طفرة في الذكاء الصناعي، في يوميا عشرات المواقع بتطلع في الذكاء الصناعي. ده ممكن مثلا يساعدك في الليرنينج، فانت مهتم بحاجات خاصة بالليرنينج هتدوس على الليرنينج، هيجيب لك كل المواقع الخاصة بالليرنينج، تقدر ان انت تجربهم مع بعض وتشوفهم ايه المزايا فيهم.